جانجا حبيبتي شو وينك انتي؟ يا روحي شو صار؟ كل الأمور بخير؟ إذا خبرتك هلأ شو يلي صاير انتي كمان رح تفرحي وتنبسطي كتير. عن جد؟ بعد ما مرق علينا أيام طويلة بدون شغل اليوم قدرت أحصل على عقد شغل كتير كبير. أنا قصدي إنه قريباً رح يجيني. رح يجيك قلت لي؟ يعني ما إجا لهلأ؟ طيب أنت ليش فرحان كل هالقد؟ حبيبتي أنت لازم توثقي بالكلام يلي أنا بقلك إياه. أحساسي عم يقول لي إنه حظي بده يتغير على الأخير وأكيد أموري كلها رح تمشي. تسمحوا لي إني أدخل؟ تفضلي بنتي. حضرة المسؤولة ما في داعي تستأذني، تفضلي فوتي، أصلاً هذا بيتك، يلا تفضلي. مرحبا خالتي. أهلين حبيبتي. لو سمحت عمي، وقت بكون برا المكتب بتمنى تناديلي بينكي بدون لقب تاني. وتفضل، هذا ملف المناقصة. يسلموا. وطبعاً تقدر تبدأ شغل بالمشروع اعتباراً من هاي اللحظة. عن جد بشكرك. خالتي وينه؟ سونو شو كأنه مو بالبيت؟ كنت عم فكر شوفه قبل ما أمشي. هو راح على المدرسة. طيب لو سمحتي خدي مني هالشوكولا واعطيها لسونو حبيبي وخبري انه انا بحبه كتير. ايه بس وقت كنت عندك بالمكتب اعطيتيني كتير شوكولا لوصلها لسونو، ليك لساتها معي شوفي. ايه وشو يعني؟ سونو طفل صغير، قد ما اخذ شوكولا ما رح يكفي. خديهم خالتي. ايه خديهم. شكرا. طيب انا لازم اروح هلا. أستاذ بابلو لساتك هون؟ فكرت إنك بالمعهد هلأ؟ إيه أنا كنت بدي روح هلأ، بس لشو إجيتي لعنا؟ الموضوع إني جيت أعطي عمي ملف المناقصة يلي قدم عليه توافق. طيب ماشي بستأذن منك. سلام. سلام. كل الناس بتعرف العلاقة بين بينكي وعيلة كارينا هالفترة صايرة متوترة كتير، لهيك ما كان لازم حدا يروح على مكتب بينكي ليترجاها لتعطيه عقد شغل. تفضل استاذ، شو يلي عم تقوله؟ كيف بده المتعهد يشتغل ويعمل مصاري إذا ما راح على مكتب التطوير؟ أمي بعمره ما راح يفهم علي.